السلومي حارسا، وصالح النعيمة كابتن، وحسين البيشي، وعبد الرحمن التخيفي، وحسين الحبشي، وفهد المصيبيح، وعبد الرحمن اليوسف، وسعد مبارك، ويوسف الثنيان، وهذال الدوسري، ويوسف جازع، وسعود الحماد. واستطاع الهلال أن يحصل على كأس الاتحاد بعد أن أدى نجوم الأزرق أداء رائعا، أربك الخصم وأمتع الجماهير. يوسف جازع رأس حربة، لعب للهلال بدءا من المدرسة الهلالية مع المدرب بروشتش من 9/6/1401 حتى نهاية موسم 1417 للهجرة، وله من الأهداف 117. عام 1407 كانت بطولة كأس الاتحاد ولعبنا ضد الاتفاق فيها، والحمد لله أن استطعنا نفوز في الشوط الثاني بهدفين سجلتهم أنا وأخذنا البطولة فيها. كابتن منصور الأحمد قلب دفاع الهلال 1407 إلى 1410 للهجرة، كابتن لفريق الهلال في بطولة الأندية الأسيوية. في عام 1408 ظهر دفاعنا في أفضل حالاته، والدليل على ذلك لم يلج مرمانا سوى 8 أهداف من 22 مباراة. وفي المباراة النهائية ضد فريق الاتفاق لعبت وأنا مصاب، ووفقني الله سبحانه وتعالى بتسجيل هدف التعادل، وبذلك الهدف حصلنا على بطولة الدوري. في لقاء حاسم مع نادي الاتفاق في الدور الثاني من الدوري العام 1408 للهجرة، كان يكفي الهلال التعادل للحصول على بطولة الدوري العام، واستطاع مدافع الهلال منصور الأحمد أن ينتزع بطولة الدوري للمرة الخامسة للهلال. منصور الأحمد يلعب ناحية يوسف جازع، داخل يوسف، داخل يوسف، يعد الواحد في الميدان. وكان الهلال قبل 5 شهور فقط، وبالتحديد في 3/1/1408 للهجرة، قد حصل على بطولة خارجية أمام نادي الرشيد العراقي في تصفيات الأندية الآسيوية السابعة بنتيجة 2-1، وأحرز الهدفين عبد الرحمن اليوسف ومشاري العويران، وكانت تلك أول هزيمة للرشيد على مستوى الأندية العربية. فادم سابيح يلعب كرة في الجول، جول! الهدف الثاني للهلال. استضاف الهلال مجموعته من أبطال الأندية العربية، وهي المجموعة الثانية من مجموعة البحر الأحمر، واشترك فيها 4 أندية من أبطال الدوري بعد انسحاب فريقي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. والفرق التي شاركت هي الأهلي المصري، المورد السوداني، المطابع الصومالي، الهلال السعودي. وقد شارك الهلال بالصف الثاني، حيث لم يشارك 9 لاعبين كانوا يؤدون رسالتهم مع المنتخب الوطني. وحصل الهلال على هذه البطولة أيضا بعد فوزه على المطابع الصومالي بنتيجة 9 أهداف لهدف 1. وهدف رابع للهلال. أصبح على الهلال أن ينافس على البطولات المحلية والعربية، وعليه واجب تحقيق البطولات ليس فقط كنتيجة للتدريب والإعداد الجيد واكتمال صفوفه بنجوم اللعبة، ولكن أيضا لإرضاء الجماهير الهلالية التي تؤازره ولا ترضى بغير الهلال بطلا في أي منافسة. تتسم مباريات الهلال والنصر بأهمية كبيرة، فالفريقان كبيران وقاعدتهما الجماهيرية عظيمة، وهما جاران ولدان، وساحة الملعب هي الفيصل. ونهائي بطولة كأس الملك عام 1409 للهجرة هي إحدى المواقع الساخنة بينهما. ماشي الحبشي، بيهاجم الحبشي، بيهاجم الحبشي، يبغى يشوط. والنصر الذي حصل على بطولة دوري عام 1409 للهجرة أراد أن يضم لها بطولة الكأس وهزيمة الهلال، ولكن كان للهلال ونجومه رأي آخر. العبها تلعب له تاني، دخل 6 ويفرد المرمى ويحط هدف، ويحط هدف، ويحط حسام البيشي في الدقيقة 21، الهدف الهلالي الثالث. النصر كان فريق يلعب بطريقة واحدة وهي 4-4-2،
هذه المباراة خطط لها السيد كاندينيو و كنا على استعداد تام لتنفيذ كل ما يريد، وطبعا تنفيذ ما نحن نريده، وأهم شيء هو تحقيق البطولة. طبعا حصلت المفاجأة في هذه المباراة لنادي النصر أن اللاعبين الذين أحرزوا الأهداف كلهم من الدفاع، وهم حسين الحبشي وعبد الرحمن الطخيفي وحسين البيشي. كان للهلال موعد آخر مع كأس جديدة، هي كأس الاتحاد لعام 1410 للهجرة في لقاء قوي مع القادسية. وصل الهلال إلى النهائي بعد أن خاض 5 مباريات لم يهزم فيها، وعليه أن يفوز على القادسية ليفوز بالكأس. غنوا قولوا يقول غنوا قولوا يقول غنوا قولوا يقول غنوا قولوا. حقق نجوم الهلال عبر تاريخه 5 بطولات للدوري العام، وفي عام 1410 للهجرة خاض الهلاليون على طريقتهم الساحرة منافسات الدوري ليحصلوا على لقب جديد. كان التنافس على الدوري كبيرا بين الهلال والأهلي، وكان على الهلال أن يفوز في لقائه مع نادي الرائد للفوز بالبطولة. وكانت نتيجة اللقاء بين الهلال والرائد في الدور الأول 2-0 لصالح الهلال. ومع صافرة الحكم بدأ مهرجان كروي كبير نجومه أبطال الهلال. شكك في النتيجة كثير من المحللين، فقد غير الهلال مدربه السابق كاندينو واستعان بمدرب برازيلي أقل خبرة من سابقه وهو خوان كارلوس، واعتبرها المحللون مغامرة كبيرة من جانب الهلاليين الذين أثبتوا أن لهم فلسفة خاصة في اللعب والإدارة. فوق العبة عرضية سامي الجابر، جول رابع للهلال. حقق الهلال بطولة الدوري 6، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق آخر، وأصبح السبق للهلال في تحقيق هذا المركز. ولم يكسب الهلال البطولة فحسب، بل سمي بطل الأبطال وكسب لاعبوه ألقابا استحقوها عن جدار. حصل صالح النعيمة على لقب أفضل لاعب في دور عام 1410 للهجرة، وحصل الهلال أيضا على جائزة اللاعب النظيف والتي قدمت لأول مرة في تاريخ الدوري، وحصل سامي الجابر على لقب هداف الدوري، وهو يعد أصغر لاعب حصل على هذا اللقب عام 1410، وقد سجل 16 هدفا في الدوري وعمره 20 عاما، وهو أيضا صاحب أسرع هدف سجل في الدوري بعد 70 ثانية فقط من بداية المباراة بين الهلال والقادسية في الدور الثاني للدور العام. خالد سامي يحاول سامي 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 عبد الله الجابر الفتى الذهبي مهاجم الهلال والمنتخب، لم يسلم أي فريق من أهدافه ولمساته المميزة. انضم إلى صفوف الهلال عام 1407 للهجرة، سجل للهلال 181 هدفا حتى موسم 1418 للهجرة، سجل للمنتخب عام 1410 للهجرة، وهو صاحب ألقاب عديدة منها الذئب، سام 6، جابر عثرات الهلال. يعتبر الهلال هو بيتي، وأعتبر أنا أحد أبنائه، ومن الذكريات الجميلة أيضا في نادي الهلال أثناء كبروزي لأول مرة في الساحة الرياضية بالنسبة لنادي الهلال، أنه عام 1410 1990 1989 1990 كانت بالنسبة لي محطة إثبات وجود، أو في بداية البدايات كانت بالنسبة لي إثبات وجود مع نجوم عمالقة الكرة السعودية أمثال صالح النعيمة، حسين البيشي، حسين الحبشي، عبد الرحمن الطخيفي، سعد مبارك، يوسف ثنيان، عباد الهذلول، فهد المصيبيح، يوسف جازع. كانت بالنسبة لي أمنية كبيرة جدا أني أكون بين صفوف هذا الفريق، وكان موسم 1410 مليء بالأحداث، وكانت أول مشاركة لي في هذا الدوري مع هذه المجموعة العظيمة، وكان لي شرف أخذ المركز كمهاجم أساسي في الفريق من قبل المدرب كاندينيو،
وأعتقد أنه كانت ذكريات جميلة.